عليكم البنات، لاباس عليكم. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت ندير معكم فيديو جديد ان شاء الله ديال العجينه المورقه. غادي ندير بها لي بالمي. غادي نخليكم ان شاء الله العجينه راه عندي في القناه باش كيف عجننا العجينه المورقه. دابا نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. ودابا غادي ندير معكم هاد لي بالمي. لي بالمي بالنسبه هنايا كنقولوا لهم حنايا بالميراس. المهم كاين بالميرات الشوكولات، كاين بالميرات عاديين الشوكولات ابيض. المهم كيجيو غزلان داكشي. ان شاء الله غادي نديرو معكم هاد لي بالمي عاديين بلا شوكولات بلا حتى شي حاجه. وهنايا هي دي عندي العجينه المورقه كانت عندي في الكونجيلاتور، وان شاء الله غادي نبدا معكم باذن الله. كما كتشوفوا انا دهن درت شويه د مايزينا وغادي نطلقها معكم لانه واخا شويه مازال شويه ما طلقتش بزاف. خد ديرو مايزينا لان مايزينا ماشي بحال الفورس كتزيد تورق. هانتوما كتشوفوا هاني تنطلقها معاكم. تحاولوا تجيبوها مستطيلة هكا مقادة. المهم هكا تطلقوها بهذه الطريقة. دابا غادي ندير معاكم كنغربلو سنيده من التحت. وكنعاود نغربلو من فوق السكر. كنديرو السكر هكا تنزيدو نطلقو. المهم صافي هكا كتبقى. غادي نقطو هاد الجهه وغادي نديرو لها هكا. ديروها مرخوفه نجيبو لهادي لهاد الجي. نحاولو باش تعطينا هكا. وغادي نجيبو هاد الطرف هذا ونديرو على هاد الطرف هذا. المهم انا غادي نديرها في شويه في الثلاجه باش تتقبط راسها شويه باش عاد نقطعها معكم. ما درتها شويه في الكونجيلاتور باش تتعطيك. ما يمكنلكش تقسمها هكاك. دابا غادي نقسموها. غادي بحال دابا ديروا هكا يا واحد الصبع ديالكم وغادي تقطع هكا هكا. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا. عاوتاني غادي نقطعوها هانتوما. ما ديروهاش غليظه بزاف وماشي رقيقه بزاف. فهمتي ها؟ وفي الطبسيل بعدو بعضياتهم باش لان باش تخليهم باش هانتوما كنبقاو ماشيين بهاد هكايا. هانتوما نقطعها معكم. يمكنكم تقطعوها هكا حتى هي
هكا يمكن نبقاو في الطاهون ماشيين هكا، يكون نفس الحجم نفس القياس. عينكم ميزانكم، مايمكنش ديرو ساعة ساعة الصبع وداكشي، عينكم ميزانكم. من الأحسن من الأحسن ملي تلويوها هكا ديروها في الكونجيلاتور على ما تقبط راسها، مايمكنلكمش تقطعوها هكاك، فهمتي؟ غديرو واحد ربع ساعة د المكانة ولا هكا باش تعطيكم الضوء ما تعنفجلكمش. صافي، وغادي نديرهم في هانتوما كيما كتشوفو، كتخلي ما بينهم مسافة ومسافة، تخلي بيناتهم مسافة مسافة باش ملي كي تتخليهم فين تيطلقو هذا ما تيتلاصقوش ولا هذا. وصافي كديرهم في الفران، ما يكونش مجهد بزاف، 160 درجة، وتخليهم يطيبو على خاطرهم. وصافي هادشي اللي كاين، ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات، هاني عاد خرجتهم قبيله شويه من الفران، خليتهم تبردوا، تيجيو على هذا الشكل، تيجيو رائعين جدا. هانتوما نقسم معكم وحيده، هانتوما تيجيو غزلان البنات. ها الباميه ومادو دستفتهم هنا في هاد البنطيخه هادي، هانتوما كيف كتشوفوا كيجي هذا التحساني ديالها، وهذا الفوقاني ديالها، كتجي رائعه جدا. وكنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاصحاب باش تعم الفائده ان شاء الله. واللي مازال ما تابوناش في لاشين ديالنا يتابونا ويخلي لنا جيم وكومونتير زوين. وشكرا لكم، مع فيديو جديد ان شاء الله.